موجود ولا لا قبل كم بنادر ستة صعد أوفر معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تسد إذا ما تينا وعبير معنا وبنتي يكون الرئيسي الله حفظ كفو كفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظ مدي دون مانتا ومالنتي هو الرئيسي وللها نظافة قولك بنادر عم صومالي وعدم لكن عن كبير لابن قولك بنادر سيد بدحونا وكو باقي إن بل والبا لغيها للمسا عدود مواد كستا وعن كجنا عن لغا وردن وعشرفنا ومانتين وصدوك من نلجو وزير دولة مدحتوية هي دمان دفتك كلا قولك بنادر مضح دي هي وحنا نجو وصدوك لقدومي هي هوري بدأ عن حمروين والك سعيد قدومي عمر شريف ماي عمر جاك لوي يقنو مركا ايغان ونو سو بيان مركا وحان ديرا ولي موادنا وفضلنا نغلا قيب قادو وحان كو علنا كلمتي اهي دقما نظيف اهين دلك وي كهرتا مركا وحان كعود سنيا شقالها حتى عيدك نواردينا حتى سكوريتي قدرعتك فضلا ما انت نظافت وارديها وعيك بلا كرادة قف والبا او قرقيس وطعم قف والبا او نلاس عدا حتى هدي اذن هيسن مد او حقوق حاقدي دا مو مو حقوق قادي ان ان وحا وسخنا ميشا تالو وحان كا عودسننا وحا هورتا دا يالو اما هان نقدو ان داسد هان نقتو اما عاق هان نقدو وح كاسو هورتا فضلا غانتا دا وحي قبطا قبو هدو دايح نقدو بميشا كا هاجي واجي وحكو سارم فضلا واجب كو سارم انتو وان نظافت واجب كي الارادة ما انتو وحكو ريسا كا نظافت مركب نظافت وانكو باقينا وحال كان نوغب بالله منسا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنتي أو قدومي مالو قشن يا الله في عمشان كفرا غوا حقا ينمر على البيت مالو قشن يا الله أيضا لفتر كيف صوت 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 أيضا أنت لك هنا أنت لك هنا عرضها للسهولة صوت درست ها دين عن هاللوري عرضة ها ها نعم دين عن هاللوري عرضة عيدي بكبر ذلك تري حالني انت عرض لو عرض انت لو ذا انت لو ذا عرض فير عرض انت لو ذا يا
عرضة انت اوكي اوكي عرضة عرضة انت اللو دايا كان خير عرض عن حقها اللوض عرض مارك عرض عن حقها اللقي كدو شو كدو شو عشان لك هو هنا كدر غير هذا الكدر عن قريب كاي ما انت عرض اللي جحات قريب نبدي شو اسمها حرن تمام تقول كبن هاد يا ربي اذا فضل ما عشان تهك ما دام ما تعرف انا بقي ستك وان لو قصدي يا هاي ما شاء الله انا خلف هذا الحسيس صباح 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 هو جوع يعني انت صباح 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 مغلس هذا يا رجال لا هو لا هو والله صباح ديب ديب عبد العزيز ديب صباح جميل والله يا دم الحق انقلينا Umberto di Sivoia, romanamente. Excellency, Haji Alan Lai Tsaga Somalia, Fursa Dawhele, Nikada Wadan, Sitosa, Berta. الليبان ببليكيشنز محادي لي انباسطة اللهم صلى على محمد ووحر وغفانه ووحر ومرأة بل يرضي قدوميه وزيركي مدحتوية دبلوماسيينتي الليبان الذي شقاله هويويكي أسكرتي عيدمدي إن عكاقي بغاتان والله نظافة إمانت أموري يكب الله وضحرون توينه الدولو دوس عادي هذا يعني مو فرح سنة هاي لذلك دي بدنا وحنا ليها سوق هالمية دي كان تقال أهان يني دهان أسر دعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مباي أنا في العربي أدي بس أقولك حقا والله قاعد دوبا بحاي لجوك تفنانات عم بيجست أو كم ذهيت فنانين تا وبالله ذكرن كإوابري وحاي كم تهيت لذلك الصومالي ده أه ساكي أقدر يريني qashinka dhixyaala magaalada Muqdisho ka xaqaan ama ka ururiyaan iyaga oo ka jawaabaya baaqi uu dhawaan soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay kula tahay shaqada ATSAC qaybta ka tahay ee ka soconaysa maamulka gobolka Banaadir
والله واشقى أنا هذه هذا قف رحسن هاي سبته وحيد أنا قدام فنانين فنانين توه قروح بدن ووح يعني فني أو معانا قروح بدن يعني هدي قط كادي كل كادي وسقيا حيل تفني مدر يحب تريني ساستر تد دمير كي أي وحي سيمانتي أنا قا أو مارت فنان قرن أم بي جستا إن عمل كي قدين عيق كحال بقص لك وظلنا فنان أنا قرقي خلينا مص عريسي وأنا قرن كل شقيا وأنا قل كل نظيفيا قدامي قبل كبنادر مستر ثابت أمر كيس يا خوش قاينينا هدا فنانين هدا سبورتنا هي دانا هوانك قرن قبل قبل كبنادر أنا محاد وباقي ساقيبها بالشدة الصومالية كل دقن مجال هذا مقدشو يجودهان قبل كبنادر هي ضدك الصومالية فرصة ضوها لإني ستوس كعقد دعوذان مجال هذا مقدشو والله أنا وحيلة إن قبل كبنادر dadka ku nool dadka gobolka banaadir ku nool waa inay quruxsadaan magaaladooda nadiifsadaan waxa la yiri wadan hubaan adduunyada umadii aan haysan nolalku ma hawooto dayigu lama huraaniyo hoydu gaala weeyaan habadku irmaaniyo hanti dhaxala weeyaan duulkiisa aan hanan laga hagiyo barqa laga horo hunga laga badaa heerarkiisa baan hay dalka iyaga dhigaanu horineyna dalka iyaga naftaan u horeyna dalka iyaga الله كدورة الدنيا آخره وحن رجيني يا إن شعبك الصومالي مال خصتوا أي جوجان الدون كندشيسة أي دقيسنا يعني أنت بدن أماي مغلد دونان فرين تي قيمة هالهاي دي درتي حن كله يا حن بلي يهول وناس ما سنتا عزيز حلبانك Thank you هذا أم ما سنتا تلك الله شقيا لنا فنانين تها شقيا أنا أكسبحان حافظة شقيا لكن حاولي قبل خلقوا يدينا يا غيت على من أحدك التاي وضد مكة المكرمة وكلية عاد وحكي قبتان يا رجال ما قالوا ما دشنا أي دوبيين عرق أي دوبان خلاص مرحبا جد والكيور إيه وإحنا قبل دلو ما دام ما دام ما دام ما دام توصل عدد كل نقطة وانا يا صح عود على قال كان كسعودة يسكا وحقوق بس برنامج كا نحاول فرشها وجدوا قبل كين لقى قفت عرين تعزية ده قدامي وحقيقة قال أمور رئيسين هذا هو واحد النظافة وقائب تعريمها بلشدة هوستكتا النظافة مقالة المقدشة وحيقة بلسيهين واجهر والله يا بدتك إنه دهان طواني تدوه إنه سنكشف هينين لكن أوجدتك مكع المكرمة أي تاكيري لكن وحان ربنا جدول كاسوات جدول الذي هروه حد وحان سود إنه جدول عصب ومعرفتك دون كي هوري ما أنتنا وأوجد أمانك النظافة عاصمة ده إن لغودة واقعي guri walba irid walba iyo maareeyta jid walba ne waxa mas'uuliyadda naga saaran tahay nadaafadeeda inaan bishiiba in mar anaga u soo wada baxno ila madaxweynaha
inta kalena jidka wadnaha in hadda qorsheheena labaad waayo sida maqaal muqarram oo kala laga dhigi rabaa jidka soddon kana dhismihiis duqa magaaladan ka sugeynaa inuu maaragtay maalmaha soo socda furo oo la dhiso asigana shaqaalaha iyo markii la furo oo la dhameeyo shaqaalihiina sidii maaragtay uga howlgali doonaan waxa ka go'an duqa magaalada inay noqoto caasimadan caasimadaha adduunka ugu qurux badan madaxweynahana sidoo kale waxaana hadda qorsheheena uu yahay maalmaha ugu horeeya in la qalabeeyo waaxda oo waaxda tayo loo yeelo qarash kasto ku baxaya ha ku baxa laakiin nadaafadda inay noqoto number 1 amniga iyo nadaafadda waxaan saarnay culayska ugu xoog badnaa insha Allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda waxaan rajaynaynaa in maaragtay ay noqoto magaalada caasimada ah caasimadaha geeska Afrika ku ugu qurux badan dabcan meeshan hadda marayno waa la socotaa barismaadkii ma u tilmaami kartaa maadaama dadka Soomaaliyeed ee dibadda naga daawanaya aysan aqoon badan u lahayn goobta aan ku sanahay oo ah gabaashan waxa ku yaala dhismihii dawladda hoose ee magaalada Muqdisho halkan waxaan naga xiga bangigii ma xusuusan tahay sartan aan hortaagannahay sartan aan hortaagannahay magaceeda sartan waa meeshii shaleemadii dibadda jiray shaneemadii maxaa la dhahaa magaceedii shaneema maxamed xamar meeshan jiro norway la dhihi jiray waageedii hore kabaha lagu casaysan jiray dardiinooyinkan gabadha meeshay shaaha ku gadeysay baabuurtana waa lagu gadi jiray dadka markay yimaadaan kafee maalinka cabaan kafee sunnaha sartan ka dambeeya marka waxa waa magaalada waa centerkii magaalada meeshan hadda maaragtay marayno oo aan nadaafadda ka qabanayno dabcan way naga go'an tahay waad u jeedaa ciidamadii ayaa waxay qaadayaan dhagxaantii wixii lamid ahaa waxaad u jeedaa taraafikada ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa waxay ka qayb qaadanayaan shaqooyinka ciidamadii booliska ka qayb qaadanaya ciidamada xogayaha guud ee gobolka waa ujeedaa waa shaqada qaybta ee kaga aadanay wadataagudoomiyaha maxaad ugu baaqaysaa dadka soomaaliyeed waxaad daawanaysaan mid ka mid gudoomiye kuxigeenada maamulka gobolka Banaadir gobolka Banaadir oo maanta isna ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda uguna deeqay gaadiidka lagu qaado qashinka waxaad arkaysaan baaqii ugu jeediyey gudoomiyaha gobolka Banaadir qaybaha bulshada Soomaaliyeed in ay jiibeen waxaa halkaas idin kaga muuqanaya hawshii oo hadda ka bilaabatay xarunta gobolka Banaadir waxay la tahay waxaan tegi doonaa qaybo badan oo ka mid ah dariiqyada gobolka Banaadir waxaad arkaysaan in ciidamadii ay ka qayb qaadanayaan waxaa dadaalka loogu jiro magaalada Muqdisho inay noqoto goob ka caagan ama laga ilaaliyey qashinka waad arkaysaan dadaalka isbiirsaday maanta ka soconaya magaalada Muqdisho halkuugu waa daawanayo waa dalkaagii daawanayo waa dalkaagii waxaad arkaysaan inuu ka tirsan yahay ciidamada ilaalada deegaanka gaashaanla sare maxamed carab uu cali maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed ee fursadda u helay inay toos kaaga daawadaan baraha bulshada ay wax soo gudbiso bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay ka qayb qaataan bilicsamida magaalada ayagoo ah dalkoodii hooyo dad kalena aysan isku hallayn qof walibana gurigeeda iyo meesha gurigu ugu cadsanaysa inay nadiifiso ayaan ka codsanayaa dadweynaha soomaaliyeed maadaama roobabkii magaalada ka da'ay dhowaan ay waxyeello badan u geysteen
inta badan dariiqyada magaalada Muqdisho qaar koodna ay jareen waxa dhixyaala aad iyo aad u mahadsan tahay gaashaan leh waxa halkan yaala mid ka mid ah gaadiidka loogu talagalay oo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duq magaalada Muqdisho sidoo bilaabayo in qashinkii gacantiisa ku qaado waad arkaysaan gaadiidka loo isticmaalayo ee loo yaqaan Eco oo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo kuxigeenadiisii iyo xubnihii guud iyo qaybaha bulshada Soomaaliyeed ay sida tooska ahi wuxuu ahaa uga qaadayaan qashinka magaalada Muqdisho dhexyaala waa markii ugu horreysay Brigadier General Cali Gaab oo ah taliyaha ciidamada traffic-ka Soomaaliya aan fursad u siino inaad codkiisa maqashaan maxaad leedahay ugu baaqaysa shacabiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo guud ahaan magaalada Muqdisho inay ka qayb galaan ololaha nadaafadda ee maanta aad ku dhawaaqdeen waxaan leeyahay shacabka wax walba oo dareen inuu buujirto ka shaqeeyo ciidantiina ka fogna ka fogaada aad iyo aad ayadu maasanta ayadoo shaqada socoto Thank you.